اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره سهم وقوس، الفقره اللي طبعا بيكون فيها يعني حديث كروي مهم جدا بيخص نادي الزمالك وبيخص طبعا يعني كل كره القدم في كل العالم. ومعانا طبعا فيها منورني النهارده كابتن عماد غنيم المحلل الرياضي المميز. بشكرك لوجودك معايا ومنورني النهارده في نهارك. مساء الفل عليكي، مبسوط اني معاكي النهارده. بشكرك جدا كابتن. اكيد في البدايه لازم هسالك كده عن تقييمك، او شفت ازاي مباراه الزمالك وجيمس الغاني طبعا في مباراه الذهاب؟ بصي، هنتكلم في كذا نقطة. هنتكلم ان احنا يعني كواقعيا لتحليل المباراة وتجهيزا وبداية. واقعيا انا بشوف ان احنا كنا لسه الزمالك ما كانش رجع للمباراة من مباراة الاهلي. يعني لسه فضلنا في فرحة الفوز في النشوة في الانتصارات، ما انهناش الصفحة وقفلناها ورتبنا للمباراة دي. حتى وان كان المباراة بتاع دريمز هي كانت اهم واصعب واهم للزمالك عن مباراة الاهلي. طبعا بعد الفوز عليه كان الفوز مطلوب وفوز مهم، ولكن هي مباراه في الدوري بثلاث نقط، وحتى ما علتش ترتيب الزمالك في جدول الدوري. مظبوط. ده يمكن لو بنتكلم على الواقعيه. احنا طبعا حتى خسرنا كمان توليفه اللعيبه اللي في ماتش الاهلي. يعني احنا كنا ليد في ماتش الاهلي، كنا احنا الاكشن، وكان الزمالك بيهاجم، كان الزمالك ليه الغلبه في المباراه. هاي. بس خسرنا التوليفه، خسرناها بغياب عبد الله السعيد، بغياب كمان ناصر وزيزو وفتوح، الاصابات اللي حصلت كمان خلال المباراه، وناصر ماهر كمان. يعني هي دول هم دول اللي فرقوا شويه مع الزمالك. تجهيزا بقى في كذا نقطه برضو احنا ما درسناش شويه. فرقه دريمز، عايز اقول لك ان فرقه دريمز اصلا هي متصدره مجموعتها بصيد 12 نقطه. جايبين 12 هدف عليهم 7 اهداف، فاذا فرقه متمرسه، فرقه عندها هدف. ممكن الهيستوري بتاعها او تاريخها ما هواش احسن حاجه. هي لو بنبص كشورت تيرم هم فرقه كويسه، عندهم دوافع، زي ما هنتكلم كمان شويه. كمان متوسط الاعمار بتاعتهم، فرقه متوسط الاعمار ما بين 20 و 23، اعمارهم صغيره، ف 21 ونص افريج. بيفرق في اللياقه البدنيه بشكل كبير جدا. ويفرق كمان في الدوافع، ان انت صح. فرقه هتلعب الكوره لحد اخر ثانيه. متوسط العمر زي ما بقول لك نادين 21 سنه ونص، باستثناء بس الاثنين الفراوده المهاجمين. جون انتوي بس هو الوحيد مثلا 31 سنه، هو اللي عندهم خبرات، اللي هو حتى هو بالمناسبه لعب في مصر، لعب في الاهلي والاسماعيلي والمرسى وبيراميدز وطلع الجيش. ومنساب واتنج برضه ده الفيرود الثاني، متهيألي 27 سنه الفيرود الثاني. دول اللي هم اكبر، بس اللي عندهم خبرات اكبر خط الهجوم في الفريق. مظبوط. ومحتاجوهمش، هم اوريدي كانوا بيدافعوا. عشان كده هناك لازم يعني نخلي بالنا او نتكر على الاثنين دول بس كخط الهجوم عندهم. كمان عندهم برضو احسن لاعب في المباراه عندهم عبد العزيز عيسى، ده اللي هو صانع العاب، بلاي ميكر، لعيب هايل. وفي ناس من الزمالك كلموه لو في انتقالات قدام يعني، بس انا ما كنتش حابب دي دلوقتي، خليها قدام، احنا بنلعبهم مباراه، مش عايز نضغط عليهم بالشكل ده. فرقه شباب عندها دوافع كمان في الدوري برضو. يا نادين، عايز اقول لك ان هم اساسا في الدوري عندهم كتير قوي في الميديا تناول الفتره اللي فاتت ان هم مش احسن حاجه. مزبوط. لا، هم في ترتيبهم في الدوري ال14 بس هم يعني بيفرقوا عن الاول برصيد 18 بوينت بس فرق، وعندهم 3 ماتشات مؤجله بسبب الارتباطات الافريقيه. فتلات ماتشات مؤجله 9 نقط يحطوهم من فرق 18 لفرق 9، يطلعوا يبقوا زي الزمالك في جدول الدوري. اذا الفرق يعني اذا فرقه كويسه. كمان مجموعتهم برضو كان معاهم الافريقي، فاذا تمرسوا واعتادوا على اللعب مع الفرق العربيه. مظبوط. يعني هم عشان كده درسوا شخصيه اللاعب المصري فعرفوا يلعبونا. يعني انت من وجهه نظرك يا كابتن عماد ان هم درسونا احسن مما احنا درسناهم، ولا انت شايف انه كان برضو مستر خوسيه جوميز مضطر ان هو يلعب بالتشكيل ده علشان طبعا في ظل الغيابات اللي احنا قلنا عليها كانت بتاثر بشكل كبير على الفريق؟ يعني شايف ان احنا ما درسناش الفريق، ولا كنا مضطرين نلعب بالتشكيل ده؟ بس الاثنين. هو طبعا احنا ما تمش دراسه الفرقه بشكل صح، زي ما كمان لازم ندرسهم في الماتش العوده زي ما هنتكلم كمان شويه. كمان مضطرين نلعب بالتشكيل ده لوجود الغيابات، بس كان ممكن نبتدي في اللاين اب او كفورميشن في الملعب بشكل احسن من كده. احنا شفنا المباراه اللي فاتت، احنا لعبنا برايت باك مصطفى الزناري، وكان في حمزه المسلوسي سيرد باك، هو حسام عبد المجيد، وكان الباك ليفت ليفت باك كان بيتبادله ابراهيم انضاي مع مصطفى شلبي. كان ممكن في الرايت باك احط حمزه المسلوسي وبيلعبها وعلى عدلته، وتالق في مباراه الاهلي كتير قوي، كان بيطلع كور بتاكلينج، ولا يعني كان كور كويسه، كان اداؤه يعني كان بيكون بشكل كويس في الرايت باك. فبشوف ان كان الاحسن وكان الافضل احط المسلوسي رايت باك احسن، وارجع مع حسام عبد المجيد مصطفى الزناري كفول باك، يعني يبقى مساك، هما اثنين مساكين. بس انا ممكن شويه بخاف من مصطفى الزناري شويه في الديفنس، بس ممكن دي بترجع دي رؤيه فنيه للجوميز طبعا، لان ممكن الاسبوع بتاع المباراه بتاع تجهيز المباراه ممكن مثلا كان في حد فايق احسن فحطه في الديفنس عشان في حاجات احنا ما عندناش علم بيها. دايما يا كابتن عماد بنقول ان المدير الفني بيكون ليه حسابات وجهه نظر
مختلف عننا، في حاجات ممكن ما يكونش عندنا احنا علم بيها، نقول لو كان حصل كده او لو كنا غيرنا اللاعب ده كان هيبقى افضل، ولكن في حقيقه الامر ممكن لما تبص تلاقي انه لا اللاعب ده ما كانش جاهز، ما كانش ينفع ينزل. اتفق معاكي تماما. وممكن برضو يعني بعض البوزيشن لبعض لعيبه، مثلا موتيابا انا بحب اشوفه ان هو في بوزيشن 10 مش 8، يعني حتى لما في الماتش بيزيد بيأدي بشكل احسن وبيبقى في فعاليه هجوميه على المنافس. كمان برضو محمد شحاته بشوف ان كان ممكن يديله وقت اطول وياخد من الاول، بالذات ان هو بقى ترند وبيأدي بشكل كويس. وعايز اقول لك ده في كوره عمل فيها فايتنج طارق حامد، مظبوط، نزل ونزل بدماغه بيطلع. مظبوط. فبشوف ان كان يعني ممكن بعض التغييرات كانت تحسن شويه من اداء اللاين اب بالذات في الستارت بتاع الفورميشن في الملعب، كان ممكن تدي شكل احسن تريحنا تدينا السبق. ما ننساش ان برضو احنا كده حطينا ضغط على نفسنا بالنتيجه دي، النتيجه دي مش احسن حاجه بالنسبه لنا، فهنصعب المباراه هناك. الفريق كان جاي فريق يعني كانت المعامله هنا طيبه، هناك هتبقى المعامله غريبه. أيوة شويه. ايوه فلازم طبعا. طبعا. وكان في كمان تصريح من المدرب بتاع يعني فريق جيمس الغاني، قال انه طريقه لعبهم ومستواهم والتكتيك اللي كانوا بيعملوه فاجئ نادي الزمالك. انت صحيح. يعني ده كان تصريح طبعا غريب ولكن او كان مفاجاه، فانت شايف انه فعلا مستواهم يعني احنا مثلا زي ما احنا قلنا هو ترتيبهم في الدوري مش احسن حاجه ولكن عندهم مباريات مؤجله، ولكن احنا زي ما اقول لك كده يعني احنا تخمينا في ترتيبهم في الدوري، ولا انت شايف ان احنا اتفاجئنا فعلا، ولا لا هو ده اللي كان يعني فاجئونا؟ انا بتفق معاك فعلا هم فاجئونا، وبالذات تصريح عبد الكريم زيتو اللي هو الهيد كوتش بتاعهم بالتصريح ده فعلا. بس انا كنت بشوف ان الفرقه يعني هي فرقه كويسه، فرقه حتى بتنقل كوره يعني تلعب بيلعبوا باصات على لحد ما او لحد كبير كمان كان مستواهم كويس يعني غير اللي احنا كنا متوقعين نشوفه، دي حقيقه. وهضيف لك ان احنا اديناهم فرصه لدي. طبعا. يعني انت كان ممكن هي تخلصي مثلا باتنين ثلاثه فتريحي نفسك للمباراه اللي جايه وتريحي نفسك من المباراه اللي هنا في القاهره، ما تديهمش فرصه ان هم يدخلوا في اجواء البطوله. صحيح. انا عايز اقول لك المباراه اللي جايه بالنسبه لهم، يعني احنا اتكلمنا من شويه في فرق الاعمار او في الافريج ايج او مستوى الاعمار اللعيبه. خليني كمان ارجع بيكي سنه لورا، الفرقه دي اساسا في الكونستراكشن بتاعها في بدايتها في السيت اب بتاع الفرقه فرقه اكاديمي، فرقه اكاديميه، فبتعتمد على الماركتنج التسويق اكتر. فالتسويق بمعنى ان هم بيلعبوا بشباب صغيرين بيسوقوا لهم عشان خاطر يبيعوا اللعيبه. مظبوط. فبالتالي يعني عايز اقول لك ان دي بتفرق شويه مع لما بيلعبوا فرق كبيره، فبنسميها في الكوره هم جايين عشان يتصيطوا في مصر. ما كانش عندهم هدف بطوله. فنرجع تاني للنقطه، المباراه اللي هناك بقى اللي انت هتروح لها اللي احنا هنروح لهم هناك هتبقى مباراه بطوله، مباراه تاريخ. مباراه تاريخ دي معناها انت لما بتقعدي مع الفرقه في المقام الاول يا كابتن عماد، تاني نفسيه في المباراه نفسيه في المقام الاول بالتاكيد. انت لما بتتعاملي مع كمان مع فرقه صغيره، فرقه يعني اللي بنتكلم احنا قلنا متوسط الاعمار 21 سنه ونص، فانت بتتكلمي مع فرقه يعني مع شباب صغيرين تحفزيهم، الموتيفيشن موجود. بقول لك مباراه بطوله، مباراه تاريخ بالنسبه طبعاً. لهم طبعاً. يعني هم طول حياتهم ما وصلوش الفرقه للمكان ده، دي حقيقة. للبوزيشن ده وللفرقه دي للمكان ده والانجازات دي، فبالتالي مباراه بالنسبه لهم يعني حياه او موت. زودها بقى النتيجه بتاعت التعادل هنا وان هم حافظوا على النتيجه دي، فبقينا للاسف احنا رياكشن رد فعل. كمان بشوف ان احنا كان لازم نجهز للمباراه اللي فاتت اكتر، لان احنا كمان كان الجمهور رايح. انا عايز اشيد بالجمهور بصراحه، طبعاً. يعني 50000 يعني مشجع، 50000 رايح عشان يحتفلوا بالمباراه بتاعت مباراه الاهلي، دي حقيقة. فيعني ما يعني كان ممكن احنا بنحتفل بمباراه الاهلي، بس كان الاداء كان في الملعب كان لازم يبقى فيه اداء بحماس نعدي بقى الفرحه دي، نعدي الفرحه بالظبط، وكان يبقى الاداء بحيث ان احنا نرتاح في البطوله. وبعدين السيناريو او سيناريو البطوله رايح للمباراه النهائيه احتمال تبقى خارج افريقيا بسبب مباراه السيمي فاينال الثاني بتاع نهضه بركان واتحاد العاصمه الجزائري، الاحداث اللي حصلت في المباراه النهائيه هيبقى عليها فوكس وهتبعد عن شمال افريقيا تماما. صحيح. يعني مستحيل تتلعب في المغرب، فممكن تتلعب في افريقيا او ممكن تتلعب بره افريقيا تماما. فبشوف ان فرصه ان الزمالك بطوله سهله في ماتشين، انت عندك الماتش اللي جاي حياه او موت بالنسبه لنادي الزمالك طبعا، ووراها الفاينل، فبطوله خلاص يعني هي تكه وناخد البطوله، دي حقيقه فعلا يا كابتن. طب شفت ازاي برضو كابتن عماد تصريح المدرب انه المباراه تتلعب بعد الظهر، يعني تقريبا عايز اقول هي في عز الحر يعني. صحيح. شفت ده يعني بيضغط على نفسي اللعيبه عندنا ان احنا يعني مش متعودين على الاجواء دي، او ان احنا هنروح هناك مش هنبقى على مستوانا اللي احنا عارفينه، ولا شايف انه لا ده يعني شيء نقدر ان احنا نعديه عادي؟ بالتاكيد انت بتشوف ان الفتره اللي فاتت كل فرق افريقيا بتلعب على نقطه ضعف او الويكنس بوينت بتاعت فرقنا في مصر. يعني حتى الاهلي بيعاني من دي، والاهلي عانى من دي على فكره مع فرقه ميديامة، فرقه ميديامة الغاني. والاهلي راح بدري عشان معاناه عشان يشوف الملعب، ده انت كمان مش الجو، ده انت الجو حر وفي رطوبه عاليه في الملعب،
كمان يعني الجو حر ورطوبه، ونفس الملعب ده هو اللي هيلعب عليه الزمالك. بالظبط، ارضيه الملعب عايز اقول لك انت في الملعب ده بتشوفي يعني فصول السنه الاربعه في الملعب. مزبوط. بتلاقي امطار وحر وجو غريب وهواء، والارضيه فعلا متعبه. عشان كده حتى عايز اقول لك ان انا يعني مش مع قوي ان احنا نجازف بزيزو. عايز اقول لك ان الاصابه اللي فاتت في نهائي الكاس، في نهائي كاس مصر اعتقد، لما دفعنا زيزو ما كانش الريكفري تم بشكل كامل، فخسرناه الفتره اللي فاتت الاصابه الماضيه. فبالتالي انا بشوف كفايه ان احنا نعمل عمق جانبي بوجود فتوح ووجود عمر جابر من اليمين. هو كمان هيتم يعني عمل اشعه وفحوصات علشان نطمن على جاهزيه اللاعبين اللي كانوا مصابين دول. صحيح. بالشكل الامثل يعني، بس ممكن ما ابتديش بيه، اخليه احتياطي عشان ما اخسرش، نديله وقت للريكفري. بالظبط، وعشان ممكن سيناريو المباراه ما احتاجلوش، يعني ممكن احتاجه في الفاينل اكتر يعني. بالزبط. كمان من المباراه، طبعا المباراه هناك صعبه بتصريحاتهم. طبعا هم هيحاولوا يجيبونا في الدور، بس اعتقد عشان دي فيها التسويق الافريقي للمباريات، فاعتقد بتكون صعب. اعتقد المباراه تحدد توقيتها، هي هتكون 7 بتوقيتنا احنا. بس في الويك اند اللي هيبقى فيه تغيير ساعه، فاعتقد هتبقى الساعه هتتغير ساعه التوقيت، هيبقى توقيتهم هم اعتقد 5 الساعه 5 او 5 تقريبا عندهم او 4. فبالتالي مش هيبقى الجو حر قوي اللي هو تبقى نقطه ضعف، بس برضه احنا مش معتادين على الجو ده. طبعا. وهم معتادين على اللعب ده، فاحنا يعني محتاجين نرتب له من دلوقتي. عشان كده بقول لحضرتك من شويه نادين، احنا محتاجين نجهز المباراه اللي جايه من دلوقتي. طب ازاي نجهز اللعيبه بقى؟ يعني ازاي نجهز اللعيبه نفسيا؟ انتوا رايحين مكان ما فيش جمهور، يعني احنا كنا بنقول عايزين نرتاح نفسيا وعايزين نكسب هنا في مباراه الذهاب قبل ما نروح هناك، ولكن خلاص ده ما حصلش، واحنا عندنا الامر الواقع ان احنا خلاص رايحين غانا ومحتاجين ان احنا نحقق السيناريو الصعب اللي دايما نادي الزمالك متعود ان هو. صحيح. يعني بيحققه ان شاء الله، ولكن ازاي بقى نجهزهم نفسيا مباراه الاجواء فيها مش متعودين عليها، ما فيش الجمهور، يعني الجمهور الزمالك اللي بيكون معاكم في كل حته، نفسيا كمان وبدنيا ازاي ان انا يعني اجهزهم لمباراه مهمه ومهمه لكل جماهير الزمالك. يعني اللقب ده هو الاهم دلوقتي بالنسبه. صحيح. لكل جماهير. صحيح. الزمالك هو الاهم وهو الاقرب وهو طبعًا. اللي فعليا وواقعيا موجود تحت ايدينا يعني. طبعا طبعا بالتاكيد العامل النفسي مهم قوي للفرقه. انت لما تتكلمي على الفرقه تعرفيهم ان هي مباراه حياه او موت بالنسبه لنا. ازاي ان احنا نكون فعل، ازاي ان احنا نكون اكشن في المباراه هم، ونحط عليهم الضغط. ازاي ان احنا بس نحاول نقفل اول ربع ساعه ونضغط في البدايه. نمتص الحق، ممكن اول ربع ساعه تمتص حماسهم ان هم نازلين بحماس وضغط جماهيري، فاول ربع ساعه تعمل لها شيفت تعديها، وسترته هتزيد مع الوقت. طول ما الوقت برضو بيعدي وتفضل انت محافظه على نتيجه 0-0 وتلعب احنا ونلعب احنا بالكاونتر اتاك والهجمه المرتده، احنا كده هنحط الضغط على فرقه دريمز. التركيز مطلوب، الفينشنج مطلوب، والتنوع. يعني انا زعلت قوي المباراه اللي فاتت، كل المباراه 90 دقيقه احنا عاملين كور عرضيه وكور سهله وهم واقفين اوريدي جاهزين، فالتحول الدفاعي بتاعهم كده يكون زيرو، ان هم اصلا واقفين على الارض ومستنيين الكوره. فاحنا ما كانش عندنا تنوع في الفينشنج، في الاداء في الفينشنج على الجول. الشوتنج انا ما شفتش الشوتنج يمكن شوطين ثلاث يعني. حقيقي. احنا احصائيات المباراه كلها 4 شوطات للزمالك وشوطه ليهم، والاربعه منهم 2 كوره ثابته اللي هو انت لازم هتشوطيها، يعني دي اوتوماتيك لازم خلاص شوتنج. هي كده كده. بالتالي بالظبط ما فيش لعب، ما فيش مثلا دبل باس، ما فيش الوان 3، ما فيش كوره اتعملت بحيث ان انا اقدر ان انا ابقى في شوتنج على الجول. هناك لازم يكون في تنوع طبعا في الهجمات المرتده عليهم، سواء كور عرضيه وكور مباغته. التركيز والفينشنج على الجول ده مهم جدا هناك، ان انت الفرص او الاكس جي او الاكسبكتد جولز اللي احنا قلت في مصر هنا، احنا نزلنا لما حسبتها نزلنا من بوينت 8 اللي هي فاصل 8 لبوينت 6 المباراه اللي فاتت، اللي احنا ما فيش تقريبا فرص غير يمكن اخر فرصتين خطر، كانت فرصه بروحين زي ما بنقول، وفرصه بثلاث اربع ارواح اللي هي في بلس 90 اللي هي في نهايه المباراه. حي. وما دخلتش وكانت باينه. عايز اقول لك يا نادين برضو ان انا يعني تخيل انا قلت لما لقيت كده كنت بتمنى ان الفرقه دي دريمز دي تجيب جول في الزمالك الماتش اللي فات هنا في القاهره بدري، كان ممكن الزمالك يقدر يرجع ويحصل له موتيفيتد. يعني جاري قدامي السيناريو بتاع مباراه، لو تفتكري مباراه المجموعه مع ارت سولار تقريبا، ارت سولار المباراه اللي احنا هناك كانت 2-1 ورجعنا هنا يعني دخل فينا هدف. مظبوط، وجبنا اربع اهداف سجلنا اربع اهداف. انا قلت لو السيناريو ده حصل انت ممكن يعني هنا لو دخل فينا جون بدري كان ممكن في موتيفيشن اكتر، او الفرقه ترجع وتفوق وتصحى وتحتفل مع الجمهور. بس خلاص خير ان شاء الله، الزمالك قادر انه هناك يعوض ويرجع بالبطوله زي ما قلنا. بي كابتن احنا عارفين ان هيبقى في عوده للمصابين، انا عارفه ان انت رايك ما ندفعش بزيزو في المباراه القادمه علشان طبعا مش عايزين نجازف باللعب، لكن عندنا كمان فتوح وعمر جابر راجعين من الاصابه، ازاي نستغل بقى رجوع يعني طبعا اتنين لعيبه كبار جدا وبيفرقوا مع الفريق بشكل كبير، وطبعا معاهم يعني النجم الاول زيزو، لكن ازاي نستغل بقى عودتهم تاني للفريق؟
بصي انا استغل عودتهم. انا بس كمان كان ليا نقطه قبل ما هرد عليك في النقطه دي. احنا في المباراه اللي فاتت في القاهره هنا كان في ابراهيم النضير، كنا قلنا هو لعب باك ليفت باك، وكان بيلعب كمان شلبي قدامه، وكانوا بيتبادلوا الادوار يعني الدفاعيه كليفت باك وكوينج. في برضو مهاب ياسر، ده مهاب ياسر ده لعيب حكايه. مهاب ياسر ده انت لعيب يعني، هو لعيب فلسطيني ده ما تعرفيش تتوقعيه يعني، راجل سريع جدا وحريف حريف جدا بالكوره. التوقع بتاعه او البريدكشن بتاع المنافس صعب يعني، ما تعرفيش هو هيروح فين. في كمان محمد عاطف لعيب طنطا برضو، ده ليفت باك هايل، ده لعيب وشويت على الجول يعني فعلا بتحتاج له لما تلاقي فرق مثلا متكتله، فالشوتنج بيبقى حل. محمد عاطف عنده احد الحلول. المباراه اللي جايه احنا قلنا هنرجع طبعا بفتوح وعمر جابر، لازم هيكونوا متواجدين طبعا عشان العمق الجانبي. لكن نرجع لزيزو يا كابتن عماد، يعني انت انا عارفه ان انت شايف انه لا ما نجذفش باللاعب، ولكن المباراه دي برضو يعني تعتبر هي اهم مباراه في الموسم، هي دي اللي قبل النهائي، فاحنا عايزين يعني ندفع بكل القوه اللي عندنا علشان نفوز بالمباراه دي. وعلى فكره كان المفروض ممكن يكون موجود في المباراه اللي فاتت، ولكن قبل المباراه يمكن بساعه او بحاجه كان في خوف طبعا عليه، وكان في يعني مش عايزين برضو نجازف بيه، مش عايزين ان اللاعب يحصل له اصابه مضاعفه او حاجه، فخرج قبل المباراه على طول. ولكن دي بجد المباراه الاهم لكل جماهير الزمالك، دي المباراه اللي قبل النهائي، فاحنا لو ما دفعناش بزيزو او بكل القوه اللي عندنا، هو كمان هو خرج في اخر فحص طبي، يعني هو المفروض ان جاهزيته كويسه او كامله لغايه دلوقتي، تم وان هو جاهز يبتدي. بس يعني كنت لسه بتكلم معاك ان ارضيه الملعب مش احسن حاجه، فارضيه الملعب دي احيانا بتخلي لما يكون اللاعب الريكفري بتاعه ما تمش 100% عرضه للاصابه، يعني الريسك بيزيد شويه. عشان كده انا كنت بس رايي بقول ان هو ما يبتديش، بس ياخد لو السيناريو بتاع المباراه فضل 0-0 مثلا في اول شوط وانتهى 0-0 او في اول شوط، ممكن في الهاف تايم الثاني ياخد زيزو. ويكفي ان انت كمان انت هناك محتاجه التامين الدفاعي اكتر، يعني انت هناك في بوزيشن نص الملعب، احنا في نص الملعب عندنا البوزيشن بتاع 8 و6، 6 اللي هو اللاعب الارتكاز اللي بيبقى ليه ادوار دفاعيه اكتر عن رقم 8، فاحنا محتاجين الاثنين 6 و8. وعندك العمق، بس هو معلش يا كابتن عماد ارجعك لنقطه، يعني احنا عندنا في مده ما بين المباراه اللي فاتت والمباراه دي يقدر ان هو فيها يعمل الريكفري بتاعه ويجرب في التدريبات ويشوف اداؤه عامل ازاي، لان طبعا كل جماهير الزمالك هتكون مستنيه تشوف زيزو النجم اللي بيلحقنا وبيصنع الفارق. طبعا صحيح. طبعا بس يعني خليني اقول لك برضو الزمالك قادر، احنا في مباراه الاهلي الزمالك كسب الاهلي من غير زيزو، فالزمالك قادر ومباراه مش صعبه طبعا، مباراه احنا بس صعبناها على نفسنا، بس اتمنى زي ما صعبناها نعرف نحلها تاني بالظبط، عايزين نكرر سيناريو ارتا سولار بالظبط. والزمالك قادر انه يجيبها، مباراه مش صعبه، مباراه سهله وبطوله سهله، بطوله في الحسبان تتحسب بمباراتين بس ناخد البطوله. يكفينا العمق الجانبي اللي هيتعمل والتامين الدفاعي من احمد فتوح ناحيه الشمال وعمر جابر ناحيه اليمين، وان محمد شحاته يكون موجود في نص الملعب ده شيء مهم، ويكون هو ده اللي رقم 8، واثنين ستة في بوزيشن نص ملعب بيلعبوا مع وجود السرد باكات والتامين الدفاعي، ويكون محمد عواد بعد ما يعمل الاشعه يبقى اتاكدنا عليه تماما. طب في حاله بقى لا قدر الله عواد مش هيلعب، ازاي نجهز بقى محمد صبحي فنيا ونفسيا للمباراه؟ هو صبحي الحقيقه جاهز، ان هم بيتبادلوا ادوار الحراسه المرمى في الزمالك، بس هو يعني شويه يعني ما كانش بيلعب الكام مباراه اللي فاتت، بس هو لو احتجناه هو موجود وهتلاقيه جاهز. اي نعم مش بنفس الثبات والثبات الانفعالي بتاع محمد عواد، بس انا اعتقد محمد عواد تمام لان هو حتى كمل بعد المباراه وبعد ما اتخبط ما كانش بس متحامل على نفسه بشكل كبير جدا، وهو الحقيقه يعني كمان يعني الخبطه يعني ما كانتش يعني هي خبطه جديده وكل حاجه، بس هم بيعملوا اشعه عليه التاكيد يعني مزبوط. بنعمل اكزامينشن فصح زياده ان هو بنأمن ان هو يبقى تمام وكويس. احنا محتاجين بس التامين الدفاعي بالاخص من الفول باك حسام مجيد، وحسام مجيد ماشي بشكل كويس، ولو جنبيه يلعب حد الزناري ممكن حتى يلعب فول باك، وهم والباكين عمر جابر واحمد فتوح عندهم من الخبرات اللي تؤهلهم من التامين الدفاعي والعمق الجانبي على الاطراف طبعا. والفينشنج استغلال الفرص هناك دي مهمه قوي، يعني زي سيف الجزيري لو نستغل الفرص اللي بتجي لنا، لو كنا استغلناها في الركنه كانت فرقت كتير، بس خلاص احنا نلعب هناك بالشكل ده نفس التامين مع الحذر الدفاعي مطلوب من فرقه دريمز الغني. اكيد طبعا. طب شايف ايه اللي ممكن بقى يتغير في طريقه لعبنا احنا كزمالك في المباراه القادمه؟ مباراه مهمه جدا، اهم مباراه في الموسم، ازاي او نغير ايه في طريقه لعبنا علشان يساعدنا شويه في المباراه دي؟
بصي احنا قلنا من شويه ان احنا هنلعب بتوازن هجومي دفاعي، يعني لازم الزمالك يتحول في الكوره، بنتحول من الهجوم للدفاع بشكل اسرع. فرقه دريمز الحقيقه بتستغل سرعتها وعامل السن الصغير للفرقه ان هم بيتحولوا من الدفاع للهجوم بشكل سريع، وبيساعدهم في سرعات لعيبتهم ان هم صغار السن. فاذا مطلوب مننا التحول من الهجوم للدفاع بشكل اسرع، ان انت تبقي واقفه ومستنيه اللعيب اللي جاي معاه الكوره، ما بقاش احنا الاثنين بنتحول في نفس الوقت، هيبقى هو جاي للكوره بوشه وجاي للجول بتاعي بوشه، فهو هيبقى اسرع. فبالتالي التحول السريع مطلوب، عدم الاخطاء مطلوب، عدم الاخطاء لازم التركيز جدا بالذات من الفول باك، من الزناري او شلبي، شوف يعني ونضاي، بس اعتقد خلاص ما هو نضاي هيكون بره، مش هيكون في التشكيل لوجود فتوح وعمر جابر. التركيز من حسام عبد المجيد وهو ماشي بشكل كويس كفول باك، التأمين الدفاعي، التوازن، تقفيل، قلنا تقفيل الملعب في اول ربع ساعه، بعد كده افتح الملعب تدريجيا، تقسيم المباراه لكل ربع ساعه. ويمكن احنا ممكن نستعرض، كنت انا عامل احد الاحصائيات عباره عن تقسيم المباراه لكل ربع ساعه من كل شوط، يعني كل ربع ساعه عباره عن كل ربع ساعه للجولز فور، للاهداف اللي انا احرزتها والاهداف الجول اجينس اللي احنا احرزت فينا، وممكن نستغل السترينسز بوينت او نقط القوه لينا كفرقه زمالك في احراز الاهداف. يعني زي ما انت كده شايفه دلوقتي على السكرين الاهداف الزمالك، بصي لغايه اخر ربع ساعه الزمالك بيقدر يحرز 11 هدف، الجول فور الزمالك احرز 11 هدف. ده تقسيم الشوط، يعني كل اثنين كولوم احمر واخضر، ده عباره عن الربع ساعه، يعني اللي على الشمال ده ربع ساعه الاولى من المباراه، الزمالك باللون الاخضر احرز 6 اهداف بالظبط، والاحمر احرز في الزمالك هدف في اول ربع ساعه الاولى، ده طوال السيزون ده مع الاجهزه الفنيه الكامله خلال السيزون ده. الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول لو انت شايفاها، ده احنا احرزنا 8 اهداف والزمالك احرز فيه 3 اهداف. الربع ساعه الاقوى للزمالك هجوميا الربع ساعه الاخيره، قدرنا نحرز 11 هدف في الربع ساعه الاخيره، لكن استقبلنا قد ايه يا كابتن؟ واستقبلنا 8 اهداف، هي نفسها برضه الربع ساعه الاضعف، لان خلاص بتبقى الفرقه بتبقى بدنيا، الفرقه بتبقى يعني استنفذت بدنيا بالظبط. بس انا يعني ببص لدي برضه للنقطه الايجابيه، ان انا بقدر ان انا العب على الفرقه المنافسه، يعني احنا احرزنا زي ما بنقول 11 هدف. يمكن الكيرف الثاني انا كنت مجهزه احد الاحصائيات برضو، ان بقى شكلها احسن، عباره عن احصائيات بتبين لك المباريات خلال السيزون ده من نتائج، يمكن نستعرضها دلوقتي على السكرين. دي بتوري لك ترتيب المباريات من اول السيزون، من اول مباراه بيراميدز كان لونها ازرق، هنا اللون الاخضر بيمثل فوز، واللون الازرق بيمثل تعادل، واللون الاحمر بيمثل خسارة. هزيمه خساره بالظبط. فاحنا ما عندناش في السيزون كله غير هي خمس هزائم، ومؤخرا ما بقتش موجوده خلاص، من اخرها كان في فوز على الاهلي، ليها تعادل على دريمز، يمكن فوق برضو صور الاجهزه الفنيه المتعاقبه للزمالك، اخرها جوميز، ويمكن ابتدى من مباراه الاسماعيلي قبليه كان كابتن معتمد جمال، بدايه من مباراه بيراميدز واخدينها من كارلوس بالظبط. دي يمكن ترتيب وتعاقب المباريات بالنتيجه بتاريخ المباراه، فشايفين الكيرف بتحسن تدريجيا، الاداء اذا بتحسن بشكل كبير بالظبط، بتحسن بشكل كبير. فنكمل بقى على كده وننهي ببطوله، عندك مباراه اللي جايه هي ببطوله واحده، قلنا نقط القوه عندنا كتوقيت حتى في المباريات، ممكن هتقابلنا شويه عقبه في المباراه اللي جايه عشان بتلعبي على خارج ارضك والارض والملعب وعامل الجمهور هيعمل ضغط، وقلنا الحر والرطوبه بس احنا نقدر ان احنا نتغلب عليها. هدف في مرماهم هيربط حساباتهم تماما طبعا، هيحط الضغط عليهم هم، ونقدر ان شاء الله نرجع ان شاء الله طبعا للفاينل. طيب اخيرا كده يا كابتن، عايزك تحط لي بقى التشكيل الامثل لفريق زمالك من وجهه نظرك طبعا، تحط لي كده التشكيل الامثل وتدي يعني رساله للعيبه. طيب احنا خلاص احنا ان شاء الله عواد تمام وزي الفل، وهو يبقى حارس مرمى زمالك في المباراه القادمه، الاثنين فول باك حسام عبد المجيد والزناري، هما الاثنين يلعبوا، او ممكن بديل للزناري حسام عبد المجيد على حسب ادائهم في خلال الاسبوع ده، يعني الافضل فيهم كفول باك هو اللي بتيجي معه حسام عبد المجيد، لان حسام عبد المجيد ماشي بشكل كويس. مظبوط. الرايت باك هو عمر جابر مكانه موجود، ويقدر يرجع بعد تراكم الانذارات في الغياب الماتش اللي فات. ليفت باك احمد فتوح. ندخل ثلاثة نص الملعب، محتاجين اثنين ستة وواحد تمانية، يعني اثنين يبقوا مدافعين اكتر للتمركز الدفاعي، وواحد بس هو اللي هيكون ليه ادوار هجوميه. ادوار هجوميه ممكن تدي واحد زي محمد شحات، هو ده اللي يكون رقم 8 في نص الملعب. الاثنين المدافعين ممكن دونجا ياخد في نص الملعب، هو واحمد حمدي لو ادى بشكل كويس، لان بشوف المباراه اللي فاتت ما كانش هو اللي انا اشدنا بيه حتى من قبل ما يرجع مصر، انا اشدت احمد حمدي بقى لي فتره كبيره، وبتقول ان هو لازم يرجع مصر ويستغل هذا اللاعب. هم دول يمكن الاثنين نص الملعب، احمد حمدي ودونجا في نص الملعب، ومحمد شحاته ياخد بوزيشن 8.
وطبعا سيف الجزيري هو راس الحربه طبعا الاساسي. أكيد. وممكن شيكا ما يبتديش ويكون هو تغيير. افترضنا طبعا الماتش اللي فات ان هو بشوف ان هو ابتدى كان ممكن يكون يعني كان ممكن يعني نستغل قدراته في هو بينزل في وقت هو عنده المقدره ان هو بيعمل سكاننج وهو قاعد بره الملعب طبعاً. فبينزل يلعب على نقط الضعف بتاعت الفرقه المنافسه طبعا. فالمباراه مش صعبه، صعبناها بس هنجيبها ان شاء الله. لا ان شاء الله بنتمنى اكيد كل التوفيق لفريق الزمالك، عارفين ان هم قادرين ان شاء الله ان هم يقلبوا ويعملوا سيناريو زي ماتش ارتو سولار وزي مباريات كتير جدا لو اتكلمنا عنها مش هنخلص يعني، ولكن يعني بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق، واثقين فيهم جدا، عارفين ان هم على قدر من المسؤوليه. الحقيقه بشكرك جدا كابتن عماد لوجودك معايا النهارده وعلى الاحصائيات كمان المهمه دي والكلام اللي يعني اكيد افادنا كلنا. شكرا ليك، شكرا وبالتوفيق ان شاء الله. انا كمان يا كابتن بشكرك جدا، شكرا جزيلا. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان معايا كابتن عماد غنيم المحلل الرياضي المميز اللي طبعا يعني كلامه كان مهم جدا، وبنتمنى اكيد كل التوفيق لنادي الزمالك في المباراه القادمه يوم الاحد ان شاء الله، مباراه مهمه جدا ولقب مهم جدا على قلبنا كلنا كزملكاويه. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من نهارك ابيض.